اليوم ما بعد ما في حكي جد، يعني اليوم بعدنا ما رح يصير حكي جد قبل ما نفهم 8 اذار شو بدهم، بعدنا ما فهمانين. يمكن نجي نقول نحن اوكي لسليمان فرنجي، يقول مين قال لكم نحن بدنا سليمان فرنجي؟ ما دام وافقتوا معنا على مرشحنا هيدا مرشحنا، يعطوكي مرشح ثالث، تعودنا على مفاجاتكم بمفاجات 8 اذار، يعني ما رح نفوت بالمجهول، نحن واقفين مكاننا مفاجأتكم عم نراكم اصوات مفاجآت 8 اذار نحن واقفين مكاننا، عندنا مرشحنا عم نراكم له اصوات، رح تقترب من ال 60 صوت، رح تلاقوا رح تقترب من 60 صوت وناطرين شو يعني الثغره اللي بدها تنعمل، بدها تنعمل من فريق 8 اذار. بس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بمؤتمر الطائف قال لا ما رح يمشي بفرنجي. امبارح بنرجع بنسمع كلام، هلا معودين البعض معود كثير على وليد جنبلاط بالاخر ان يصير بالتسويق. ما هو حسب السؤال كيف طريحت لانطرح السؤال يعني انتم بس اعطيني السؤال جواب واضح، بانتظار انه يتفقوا هذا الفريق ما بعرف على اسم واضح، لن نكشف اوراقنا بانتظار ان يتفق يعني ممكن تمشوا باي رئيس يتم الاتفاق عليه على قاعده واسعه مبا فيهم سليمان فرنجية، صح؟ ما فيني اقول هيك، لا ما فيني اقول هيك. كيف ما فيك؟ هلا فيني انا فيني اقول نحن مواصفات الرئيس واضحه كانت عنا، مواصفات الرئيس واضحه، بده يقنعنا انه متمسك بالطائف، بده يقنعنا انه لبنان عربي مثل ما بيقول دستوره، بده يقنعنا انه ما فينا نكون على عداء مع الامم المتحده ومع مجموع الدول. نعم. وبده يقنعنا انه بده يعمل اصلاح، بده يشارك الحكومه المقبله على اصلاح، وبده يعيد العلاقات الجيده مع العالم العربي. اي رئيس بهذه المواصفات صار رئيس ينحكى فيه بتسويه. ما عنده سليمان فرنجي هالمواصفات، كان بمؤتمر الطائف يقول هو دائما انه هو بالعكس هم حماية الطائف، عنده يعني علاقات بيت فرنجية، يعني أول شيء أصدقائنا وخينا طوني زميلنا عشان نحكي أصدقاء يعني. وعائلة محترمة ومش أنا اللي بقيمهم يعني، بس أنا اللي عم بقول إنه بالموازين السياسية ما فينا ننط إلى استنتاجات، ما فيني أنا أجي صرح، يعني هذا قرار بياخده الحزب، بياخده اللقاء الديمقراطي مع رئيس الحزب باللحظة المناسبة. كل واحد بيقول لي غير هيك عم نضحك على الجمهور، يعني ما بدي غش الناس وأعطيهم تفاؤل. أنا برأيي إنه ما رح تطول العملية من هلا لشهرين ثلاثة قبل الربيع بإذن الله بيكون صار عنا رئيس جمهورية وإصلاحي ورئيس جمهورية اللي يواكب مرحلة الاستخراج الغاز والنفط، لأنه أنت ليش بتقليلي عم بيفتك على الغاز والنفط؟ لأنه أنا برأيي الغاز والنفط هي عناوين حاكمة لتوجه لبنان المستقبل، يعني هي عناوين حاكمة. ليش أنتوا اليوم الاشتراكيين، حتى زميلك مروان حمادي أنه معلوماته تقول أن الاستحقاق الرئاسي لن يطول إلى أبعد من رأس السنة، وهلأ عم بتقلي قبل ما قلك شو قال مروان حمادي، يبدو أنتوا عندكم جو ما يمكن إقليمي جو دولي. خبرني في مسعى فرنسي جدي بانه قبل راس السنه يكون انجز انتخابات الرئاسه، اذا لم تنجح واللي انا يمكن بعتقد عن الفرص عم بتضيق يعني بعد عندي كشار، اذا لم تنجح فرنسا بهذا التوقيت برايي لن تطول عن شهر 2 3، يفترض انه ما تطول، لانه مثل ما قلنا العناوين الحاكمه لاداره هذا البلد هي الغاز والنفط، والغاز والنفط يكون رائع هالبحر بشباط أزار، بدهم يجوا شركة توتال بدها تيجي تبلش تنقب، والأمريكان بلشوا ينقبوا، يعني بده يبلش الشغل الجدي في البحار، وهذا بده رئيس جمهورية، يعني أي حل أي مخرج بده رئاسة جمهورية وحكومة، يعني ما حيجوا الشركات بدون رئاسة جمهورية، فما تعبوا كل هالتعب لنرجع نعرقلهم نحن بشوية دلع من هون ودلع من هون وخلافات صغيرة وضيقة في لبنان. بدنا نروح ننتخب رئيس يكون واضح ومواصفاته واضحة وتوجهاته واضحة. أوكي، يعني إذا تعثر، إذا لم ينجح المسعى، يعني إذا نجح المسعى الفرنسي قبل نهاية العام، وإذا لم ينجح قبل، برأيي ما رح تطول أكثر من أشهر. ما رح تطول أكثر أشهر، لأنه الناس منا فاضيين، يعني أوروبا خربانة وبدهم غاز والتنقيب، وإسرائيل بلشت تستخرج، وهذا خسارة على لبنان. يعني نحن هلا كمان إذا فتنا بهذا المسار وعطلنا بلدنا، طيب إنه بكره الإسرائيلي أمنيا ما بقى في شيء يمنعه يستخرج ويبيع، ونحن بدنا نقعد نتفرج. يعني أمر الله بدك 4 5 سنين لتبلش تطلعي، لازم نبلش بكره قبل اليوم. اليوم المسعى الفرنسي بتنسيق سعودي أمريكي؟ أكيد كل يعني الثلاثية الأمريكية السعودية الفرنسية موجودة، هالثلاثية واضح الدور
الدور اساسي في في دور اساسي للسعوديه رح يكون لا سيما اقتصادي، وبتسمعيه من الفرنسي، بتسمعيه من الامريكان، بتسمعيه من الاي ام اف انه نحن رح نساعد، نحن اذا اردتوا تخرجوا من ازمتكم عبر برنامج اصلاحي مع الاي ام اف نحن معكم، ماكسيموم 3 4 مليار نحن، انما الداعم الاساسي رح يكون السعوديه. يعني فرنسا بيقولوا لك الفرنسوي بدكم ترتبوا حالكم مع السعوديه لانه هن اللي بدهم يستثمروا، نحن بنساعد بتنظيم المؤتمر، بنساعد بتنظيم مؤتمرات الاستثماريه للبنان، وانما الدفيح اذا بدنا نقول او المستثمر الجدي هو الخليج والسعوديه. فالسعودي له دور اساسي وفي تنسيق جدي واضح كان من البيان اللي طلع بنيويورك والبيان بس يعني الثلاثي. اليوم الامريكا فرنسا والسعوديه عم يشتغلوا على تسويه رئاسيه حكوميه شامله، يعني بيشتغلوا على المنطقه ككل. يعني خلينا نقول يعني ما يعني انت عم بتواكبي تطورات في المنطقه بشكل عام، يعني ليس فقط لبنانيه. يعني ايه بس هالتسويه اللي حكيتوا عنها هن أركانا هيدي الثلاثيه امريكا سعود يعني سعودي هن اللي هن رعاه الخارجيين ونحن الاساس الداخلي بيعود لنا. يعني نحن لو بكره هالثلاثي الامريكي الفرنسي السعودي اذا بنجي بكره بنقول له هذا رئيسنا ما حدا منهم بيعترض، اذا كان طبعا رئيس اصلاحي ما في على يده فساد، ما في ناوي يحترم الطائف، ناوي هالمواصفات اللي حكينا فيها ما بيعترضوا على الرئيس. يعني ولا حدا لحد هلا حكينا باسم جدي، يعني ما حدا يقول لك انه الفرنسي او السعودي امريكا اعطانا اسماء او حكي باسماء، عم بيحكوا بمواصفات، اذا اتفقتوا على هالمواصفات اي واحد بتجيبوه عندهم صوت ما عندنا مانع. يعني اكتفوا يا لبنانيين، ما في سله عم يشتغلوا عليها باسم رئيس جمهوريه ورئيس حكومه وانحكى، وانت عندك جو انه السفير نواف سلام عم يعمل اتصالات صحيح بلبنان وعم يجتمع مع بعض المعنيين، والبعض يقول ما بعرف انه يمكن تكون هيدي التسويه سليمان فرنجيه نواف سلام او قائد الجيش نواف سلام. بكل صراحه عندك اي معطى عن هذه التسويه اللي عم نشغل عليها بالاسماء رئاسيا حكوميا؟ عم نشغل على شيء من هذا النوع بدون حسم الاسماء، عم نشغل بس مش من باب تقاسم حصص. يعني اللي بيقول لك خذوا رئيس جمهورية ل 8 اذار ورئيس الحكومه ل 14 اذار او للمعارضه، هذا حكي مش صحيح. ما بس ضمن نواف سلام هالتسويه؟ لو نواف احد المقترحين، ايه احد رؤساء الحكومه المقترحين، مقترح رئيس حكومه ما في عليه اي غبار بموضوع اي فساد سابق او اي تعاطي خاطئ سابق، هو نواف من هذه الشخصيات. وانما اللي عم ينطرح اليوم ليس محاصصة، يعني نحن إذا ضلينا جوال بموضوع المحاصصة والتسويات التحاصصية، أنا رئيس الجمهورية بيجي بكرة بيسمي كل المدراء العامين المسيحية، وبيجي الرئيس حكومة بيسمي كل السنة، وبيرجع بيقول لك رئيس بري ما دام أنتوا حاصصتوا على السكين يا بطيخ أنا بدي سمي كل الشيعة، ما رح نطلع من أزمتنا لا الاقتصادية ولا الاجتماعية وستتفاقم الأزمة السياسية. نحن بدنا نروح على رئيس على سلطة تنفيذية تتمثل برئيس ورئيس حكومي وحكومي خارج حسابات المحاصصة. يعني ما يجي رئيس يقول أنا عندي جماعتي وعندي حزبي وعندي كتلتي بدي مشيهم بالإدارات، وما يجي رئيس حكومي نفس الشيء. إذا زبطت هذه السيبة أو هذه التسوية اللي تنقلنا إلى فصل الإدارة نوعا ما عن العمل السياسي اليومي وعن عن الزبائنية السياسية اليومية، منكون بلشنا نفوت بإصلاح جدي، مش انه هذا المدير محسوب علي بمشي لي جماعتي وبعقل لجماعتي. فنعم مطروح تسويه، مطروح تسويه ولابد يعني تكون هذه وانما تسويه راقيه، تسويه لصالح لبنان وليس لصالح افريقيا. يعني التسويه المطروحه انه الكل يتنازلون لحساب لبنان، لحساب الدوله، كلنا نجي نتنازل لفصل الاداره عن السياسي باقدر شك باقدر قدر ممكن، وكلنا نجي نتنازل لصالح إصلاح حقيقي في البلد وانفتاح حقيقي على العالم.